يبقى انت الجايزه دي لاولادي اللي استحملوا الوقت الطويل اللي انا بسيبهم عشان اصور. ماشي. هو يعني ستار بورن في حته يعني ستار يعني اسمه ايه مش فاكر، فكان طول الوقت فيه دي فاهم، والمايك والنور من هنا كروزوتال. يعني خلاص اكيد الموضوع كده والاسماء بدات تكبر والموضوع بدا يبقى معقد، فقلت لا. بس متشكره قوي قوي. انا احب اشكر طبعا كل القائمين على الفيلم للفرصه الجميله دي. اتبسطت جدا بالشغل مع امير طعيمه والشغل مع طبعا هشام نزيه. كان فخر ليا ان انا ابقى اسمي محطوط على فيلم الكنز. وان شاء الله كمان اتمنى ان احنا نعيد التجربه مره ثانيه ونشتغل مره ثانيه، لاني فعلا اتبسطت جدا بالشغل معاك. شكرا ومرسي جدا لجيسي.